جمعي صدى أعضاء المجتمع المدني وفعالياته. سادة ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أرحب بكم في أشغال هذا الاجتماع التشاوري والإخباري والمتعلق بإعداد برنامج الجماعة الذي تعذر ترأسه من طرف رئيس المجلس بسبب التزاماته بخصوص مجموع الجامعات الترابية بأزلال، والذي يبلغكم اعتذاره ويتمنى لكم التوفيق في أعمالكم. أيها السادة، قبل منح الكلمة السيد سعيد بن عدي وكيل التنمية الإقليمية المنتدب من طرف السيد عام الإقليم أزلال لتوضيح الصورة الشاملة حول أشغال هذا الاجتماع والإطار المحدد له وبرنامج سير العمل، قبل ذلك ومن باب التذكير أود أن أبين أن برنامج الجماعة هو برنامج يحدد برامج التنموية المقررة إنجازها أو المساهمة في إنجازها خلال مدة الانتداب المجلس، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 78 من القانون التنظيمي 14113 المتعلق بالجماعات، ووفق المسطرة المنصوص عليها بالمرسوم الرقم 301/1602 الصادر بالتاريخ 29 يونيو 2016، كما أن هذا البرنامج يأتي محل المخطط الجماعة المعمول به سابقا وفق الميثاق الجماعي السابق. وبالمناسبة فإن المخطط الجماعي الذي أنجز خلال الولاية السابقة منذ 2009 إلى 2015 بلغت نسبة المشاريع المنجزة فيه نسبة مهمة تستنتج من خلال مجموع المشاريع المنجزة على أرض الواقع، كما أن رئاسة المجلس الجامعي وأثناء إعدادها لهذا الأشغال هذا الاجتماع التشاوري قامت باستدعاء جميع الفعاليات والفرقاء والحساسيات والساكنة قناعة منها. أن التشخيص التشاركي الذي هو المرحلة الأولى التي يبنى عليها برنامج عمل الجامعة يجب أن يكون صورة تعكس رؤية جميع الفاعلين المحليين وبإشراك الفاعلين الإقليميين والجهويين والوطنيين. وبالتالي فإني أدعو الجميع كل من موقعه إلى العمل الجاد والمسؤول لإنجاز هذا الورش الهادف إلى وضع إطار تنموي محلي يشارك فيه الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.